السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هاني في الحال لاباس. نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنصيب معكم كوكيز ما يديو الدراري للمدرسه بطريقه سهله جدا، ومقادير كذلك بزاف. بالنسبه للمقادير، هنا عندي 300 غرام ديال الدقيق، دقيق الفرص ولا الدقيق الابيض، كاس ديال الزبده. غادي نشوف واش غنحتاجو كامل ولا غنخلي فيه شويه اولا غنزيد، يعني باقي ما عرفتش شحال غنحتاج على حسب النوعيه ديال الدقيق. هنا عندي ما يعادل 45 غرام ديال الكاكاو، نص كاس عبارة بكاس العنبة، كاس لارب ديال لاكاسوناد أو السكر البني أو السكر الأبيض اللي كان عندكم، حبيبات الشكولا، جوج بيضات. هنا عندي جوج خمارات فانيا وحدة. عندي هنا 60 غرام ديال الشكلاط اللي حكيتو في الحكاكة الرقيقة. هنا غادي ناخد الدقيق، هنايا غادي ندافع عليه الكاكاو. الكاكاو راني غربلتو، غنضيف السنيدة أو لاكاسوناد، الشكلاط اللي حكيتها، الفاني، وهنا غادي نضيف خمارات. غنهربلوهم على حساب الحبيبات اللي فيهم. هنا غنخلط النواشف هما الاولين غير بيدي بحال هكا. هنا كتشوفوا معايا غادي في حبيبات الشكلاط اللي بغيتو، وغادي نضيف جوج بيضات. وهنا الزبده غادي نضيف على حساب الخليط، باقي ما عرفتش شحال غياخد ليا. الزبده على فكره انا ذوبتها على شكل نواصب، كديروها كتنقصوا العافيه، كتخليوها تكذب وكيميل اللون ديالها البني. انا مازال غادي نضيف ونجي ممكن لكم تستعملوا الزيت، انا فضلت نستعمل الزبده، ولكن يمكن لكم تستعملوا الزيت. انا كما كتشوفوا الخليط باقي ما تجمعش، دابا غادي نضيف مازال شويه ديال الزبده. هنا زدت نص كاس ما كاملش ديال الزبده، وما غاديش نضيفو كامل، غنبقى نضيف حتى كنحس بلي العجينه تجمعات. هكا كما يدو معاهم الدراري للمدرسه، كلشي كيعرف ان الدراري كيبغيو ما يديو للمدرسه. هكا غتبقاو تضيفوا الزبده شويه بشويه حتى تحصلوا على العجين اللي هو رطب كما هكا. يا شتو، نحصل دابا على العجين اللي بغيت. صافي دابا تجمع عندي العجين، غير غندلكها مزيان. هاد الاثناء هادي كتشعلوا الفرن. داكشي اللي بقى عندي جا هاد واحد المعلقه اللي بقى عندي في الكاس، يعني غير احتاجيت هنايا كاس ونص ديال الزبده. انا كنعطيكم بعيني ميزاني باش ما نعطيكمش نقول لكم كاس ديال الزبده ومن بعد ما يجمعش لكم الخليط. هنا دخلت كاس تقريبا ونص، ما وصلتش النص كامل، يعني شفتوا معايا قداش. دابا غادي نجيب اللاطه اللي تكون فرشه ورق طبخ وغنكورها. هنا البنات راني جبت اللاطا اللي درت ليها ورق طبخ، وهنا عندي الشكلاط حبيبات، وهنا عندي هاد الشكلاط الملون غنزين به من الفوق. دابا غادي نكورهم على حساب الحجم اللي بغيتو نتوما.
هنا غادي ندير وغادي نبسطهم بحال الغريبه، نبسطهم شويه بيدي باش يتحلوا في الفرن. صافي غادي نحطهم في لاطه، ضروري تكون في مفرشه بورق الطبخ ولا غير تدهنوها قبل ما تحطوهم بحال هكا. السمرة هكا تنكور هاد الكمية كاملة اللي عندي وعاد نزينها من الفوق. وكما قلت لكم الفران راه درتو يسخن باش يسخن مزيان ملي ندخلوهم الفران، ما ياخذوش لنا وقت في الطياب باش يبقاو معلكين باش ما ينشفوش من الداخل. غنديروهم في الفران 15 دقيقة، 10 دقائق 15 دقيقة ما خصهمش يفوتوها. هنا ملي كورتهم دابا شي وحدين غادي نديرلهم هنا حبيبات الشكلاط ديال كوكيز نيت، كان باش نشجعوا الاطفال، نشجعوا الوليدات باش يديوهم معاهم للمدرسه باش كيشوفوا الوليدات الشكلاط راه كيبغيو الحاجه اللي فيها الشكلاط. بهذه الطريقه هذه غادي نزوقهم بالشكلاط من الفوق. صافي غادي ندخلهم كما قلت لكم في الفران العافيه من تحت ومن الفوق بالنسبه ديال الضو 15 دقيقه. وردوا البال باش ما يتحرقوش لكم من الفوق ديال الكاز، راه كديروا غير العافيه لتحت من بعد كتشعلوا الفوق، ما كتشعلوش الفوق والتحت. صافي حتى كيطيبوا كتخرجوهم. انا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هذه الكميه كامله اللي عندي، نكورها وندير لها هكا الشكلاط من الفوق وفوق غندخلها الطيب. نتلاقاو ان شاء الله في طبق تقليم. ها هما كيف شاو ملي طابوا، نتمنى الاعجاب ديالكم. كيجيو زوينين بزاف، نتمنى تجربوهم. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو تخليو ليا دائما لايك والتعليق، وتشجعوني بالتعليقات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، واللي ما شاركش في القناه يشترك فيها وتضغط على الجرس باش يوصلو كل جديد ان شاء الله. يلا بسلامي عليكم الى الفيديو القادم باذن الله.